حنا ماشي شعب ديال السبان، هما عندهم مصلحه باش ينوضوا الحرب بين المغرب والجزائر، والمغرب الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري ما عنده حتى شي مصلحه. عيطوا خوتنا الجزائريين باش يديروا يد في يد باش نخرجوا كاملين من التخلف من التبعيه ونقضوا على الفساد ونبنيوا مغرب عربي ديمقراطي اللي كيحترم التطلعات اللي امتزجت بشانها دماء الشهداء. الشعب الجزائري الشقيق والجارة ديالنا، حنا مع كل اسف كل الدول العربيه المغاربيه المسلمه حتى وحده فيها ما فيها شي ديمقراطيه ديال بصح ولا بنا دوله الحق والقانون فيها الفساد، وان القائمين على الشان كتلقاو مفسدين وكيبنيو في الخارج وكيفقروا شعوبهم وكيجهلوها. ولهذا انا اليوم هذه الحمله المسعوره راه حنا لقينا كاين ذباب اللي هو جاي من الصهاينه وعارف اللغه العربيه وكينطق بحال النطق ديال الجزائر وبحال النطق ديال المغاربه باش ينوض الحرب. هما عندهم مصلحه باش ينوضوا الحرب بين المغرب والجزائر، والمغرب الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري ما عنده حتى شي مصلحه في الحرب. حنا ما بغيناش الحرب، حنا بغينا ثوره تصحيحيه باش نبنيو المغرب الكبير واللي غيلعب فيه المغرب والجزائر الدور الاساس، ونضموا لنا تونس وليبيا وموريتانيا ونبنيو واحد الجبهه في الجنوب ديال الحوض البحر الابيض المتوسط تكون قادره تفاوض مع العالم كله ماشي غير مع اوروبا، لان الخيرات اللي عندنا متكامله. حنا عندنا اراضي فلاحيه، عندنا فوسفات، الجاره الجزائر عندها الغاز بزاف وعندها شويه ديال البترول. حنا ماشي في صراع مع الجزائر، حنا في صراع مع التخلف، مع التبعيه، مع الاستغلال، مع الاستعمار الجديد اللي مستعمر الجزائر ومستعمر المغرب. ولهذا انا اناشد الشعب المغربي ما يدخلش في هذا السبان، حنا شعب راقي، غزينا الاندلس ودخلنا لهم الانهار بعلم الفلك والطب والهندسه والكيمياء. حنا ماشي شعب ديال السبان، هذا اللي بغى يجرنا للحضيض ما خصناش نسمحوا ليه. حنا خصنا نشروا الشعر ونشروا الطرب الغرناطي والاندلسي ونعيطوا خوتنا الجزائريين باش يديروا يد في يد باش نخرجوا كاملين من التخلف من التبعيه ونقضوا على الفساد ونبنيوا مغرب عربي ديمقراطي اللي كيحترم التطلعات اللي امتزجت بشانها دماء الشهداء في حرب التحرير. ما يمكنش حنايا نبقاو غير غاديين مدرمين كيف كنقولوا، ضرب فيا نضرب فيك، والذي يستفيد هو الغرب اللي جعلنا عبيد. ولهذا انا ما كنشوف لا حرب مسعوره لا والو، انا فوق ما كنهضر مع الجزائريين كنهضر معاهم باحترام كيهضروا معنا باحترام. واللي خصنا الباحثين ديالنا يفتحوا مجالات ديال التعاون كيف كانت يزيدوا طورها، الاقتصاديين ديالنا مستثمرين يفتحوا قنوات، المثقفون ديالنا يفتحوا قنوات، الجمعيات الجاده الديمقراطيه التقدميه تفتح قنوات باش نسهلوا غدا العمليه ديال التواصل واللقاء الذي لازلنا ننتظره وعارفين بانه سياتي.